السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا أقوى شروة تقريبا 13 أو 15 ألف زوج، أحذية جودة عالية، تغليف، بضاعة ستاندر. هاي الكراتين مالتها، شوفوا هاي كلها الكراتين، بضاعة روعة، موديلات كلش هواية. هاي بعض الموديلات جودة عالية، كلها طرقة طبية، بضاعة روعة. الزوج بدولار ونص، اللي ياخذ الكمية كلها، واللي ياخذ أقل من كل الكمية، اللي ياخذ ألف زوج يحسب لي اياه بدولارين، واللي ياخذ الكمية كلها بدولار ونص. كلش هواي موديلات، كلش هواي موديلات، وكل زوج يجي مغلف بعلبة، وكل كارتون بي 30 زوج. بضاعة جودة عالية، جودة عالية ككواليتي، كشكل، كموديل، كلش حلوة. ننتظر طلباتكم ان شاء الله. اللي ياخذ الكمية كلها انطيك واحد ملف، كل موديل، كل قياس، كل لون، ايش قد بي. اللي ياخذ الكمية كلها، اما اللي ياخذ عشوائي فانطيك 2000 زوج مختلطة. بضاعة هاي كلها هنا، هذا اسمه هنا ستاندر، يعني كارتون يجيك بكود وبقياس واحد موديل واحد. شوفوه، شايفين الف خير ان شاء الله. شوف البضاعة شلون ستاندر، كارتون يجي ستاندر، وماركة هذه على فكرة، هذه ماركة. شوفوها، شوفوا المديرات، شيء أحلى من شيء، وكله جودة عالية، طرقة طبية. سيئة ناقة هي سبعة بيلونين، هذا الأسود، وبعد أكل أبيض. شوف الجودة مالك، تغليف، جودة، فشي راقي صراحة. شوف أنا بس بدي واحد صورة لك، صورنا هذا لا شوف هذا شلون حلو، شوف خفيف كلش، طرقة طبية، جودة عالية. ثاني زاوية يا باتشو، شوف الموديل شلون حلو، كله طبي، هذا كله طبي، شوفونه خفيف طبي، جودة عالية، وكل زوج يجي بعلبة. هذا الموديل، شوف هذا مال مولات، باع المغناطيس مالته. شوف الجودة، جودة، شكل، جمال، روعة صراحة، روعة. لا والكواليتي مالته كلها طبي، شوف القاعدة مالته كلها طبي، بدولار ونص فقط. اللي ياخذ الكمية كلها، واللي يريد يلف زود احسب لي اياه بدولارين، يعني يا ريت واحد ياخذ الكمية كلها يخلص منيعته، يعني ما عندي مجال بالمستودع، ما اقدر اخزن بضاعة. شوف البضاعة حلوة، تغليف، شوف ستاندر. لا وبعد شنو باع؟ حيطان اسود ازرق، وخالي لك ابيض احتياط. هذا الابيض مالته، هذا موديل حديث يصير يلبس بهالطريقه، هذا شوفونه كله طبي. احنا نسميه طبي شنو يعني؟ يعني هذا جوده عاليه، والخياط او الصمغ كله جوده عاليه. هذا بيه لونين صراحه، هاي الشروه توب، يعني شايف الف خير اللي ياخذها. موديلات حلوه وقياساتها توب، والجوده مالتها فول. وشوف الكرتون شلون ستاندر، شوفوها هذا احنا هسه بالمستودع، شوف كراتين كلها ستاندر، ومكتوب على الكرتون قياس 37، قياس كذا. هذا الموديل اصلا 5 كراتين قياس 37. هذا الموديل مثلا، هذا نفس الموديل، هذا هنا عندنا ابيض، هنا عندنا اسود، هنا عندنا ابيض. هذا الموديل بيه بس لونين، وباقي الالوان شوفتكم اياه. اللي ياخذ الكميه كلها عندي واحد ملف انطيه كل موديل ايش قلبي، اما اللي ياخذ بس الف الف زود لا، انا انطيه مختلط عشوائي، عرفت شلون؟ يعني انطيه عشوائي، من هذا من هذا من هذا، وانطيه بس يجيك مشكل. اللي ياخذ الف زوج، الزوج بدولارين، واللي ياخذ الكميه كلها، الزوج بدولار ونص، دولار ونص حذاء مع علبه. شوفتكم علي باقي الموديلات، هذا عندكم موديلات هنا، هذا عندكم موديلات هنا، كلها بضاعه جوده عاليه، كلها جوده عاليه، عرفت شلون؟ هذا فقط بالمصنع، باقي هذا كم قطعه، هذا كم قطعه، هذا كم قطعه. اوكي اجا ينسى ايجا ما صنبا. شوف هذا الموديل، هذا طبعا باقي عندنا بس قياس 38. شوف الموديل شلون حلو، جودة عالية ايضا نفس الشيء، شوفونه. وكل زوج يجي بعلبة مثل ما تشوفون، هاي العلبة مالته، وكل 30 زوج تجي بكارتون، بضاعة خيالية. اللي ياخذها كلها يفتح بيها مشروع، اللي ياخذ الكمية كلها يفتح بيها مشروع عالمي، يعني حذاء
حذاء تقريبا شيء بدولار ونص لا تاخذ الكمية كلها وبعد وراك شحن، يعني ممكن تبيعها حتى بستة دولارات بعشر دولارات لأن الجودة مالته كلها ممتازة، يعني مشروع العمر. شوف هذا الموديل نسائي بناتي شلون حلو، هذا كلها بنفس الشروة طبعا، هذا بي لونين، هذا لون وهذا لون، شلون مديرات حلوة مختلط قياسات. العرض عندنا مثل ما قلت لكم اللي ياخذ الكمية كلها بدولار ونص. شوف الجودة مالته بعد القاعدة، شوف القاعدة، شوف القاعدة مالته شلون، احنا نسمي هذا بالعراق نسميه طبي، شوفونه فشي راقي صراحة، هذا مدرسي. شلون بضاعة حلوة اليوم عندي اقوى عرض. طبعا اكو موديل باقي 5 كراتين، اكو موديل باقي 6، اكو موديل باقي 7، المهم انا ابيع مختلط. من اقول لكم بضاعة جودة عالية، شوفوها جودة عالية، علبة ستاندر كراتين، اللي ياخذ الكمية كلها بدولار ونص، واللي ياخذ ألف ألف زوج بدولارين ستاندر، كل كرتون يحتوي 30 زوج، كل كرتون 30 زوج. هذا قياسات والوان وموديلات ايضا مختلطه، بعد عندنا هواي موديلات غير ذي. يا بابا يا بابا زق العجمه يا بابا ويان دي تري جوري جوا اه شنو يعني عندي عندي تو جيند، يعني مثلا هذا الموديل باقي 2 كرتون قال لي بعد تري، هذا الموديل ايش قد باقي، هذا يمكن باقي 1 2 3 6 7 8 تقريبا شيء 9 كراتين. البضاعة كلها جودة عالية، كل البضاعة جودة عالية، شوفوها هذا واحد وهذا واحد. هات عطيت شيء ناقي ناقي يا بابا اي يا شوف البضاعة بضاعة ستاندر. السلام عليكم ورحمة الله، أقوى شروة عندنا كراتين بضاعة ستاندر بدولار ونص، اللي ياخذ الكمية كلها يمكن عندي 13 أو 15 ألف زوج بعد ما جاي أحسب بيها، واللي ياخذ ألف ألف زوج يطلع عليك بدولارين. بضاعة جودة عالية، جودة عالية بمعنى الكلمة، موديلات تخبل، تغليف ستاندر. شوف الكراتين مالتها ماشية هذا رجالي، هذا رجالي، هذا الموديل مالته حديث، يعني هذا اللبس هيك لا يا ترى 43 هي الثاني 45 ما يخالف، بس هو هذا اللبس هيك يعني هذا هو موديل وجده، هذا اللبس هيك شلون مالتي نفس طبعا نفس الخامه مال الحذاء اللي لابساني، بس تعرفون هذا بيش مشتري. المهم واه سوشيال تندم من الكيس زو تلقى يوم موجي هذا اسمه. موديلات مختلطة، البضاعة جودة عالية، شوف نفس الخامة نفس الشغل مال هذا اللابس، أنا صار لما أدري كم سنة لابسه بلاش، اللي ياخذ الكمية كلها بدولار ونص، واللي ياخذ ألف ألف زوج بدولارين. في هلا اصنع لي واحد 45 موت موت موت، خلي العالم كلها تلبسها.
هذه نت بضاعة حلوة وكراتين ستاندر. عافية عليك. شوف الجودة مالتها، شوف الجمال. وكل علبة بزوج، اللي ياخذ الكمية كلها بدولار ونص، واللي ياخذ 1000 زوج تطلع عليك بدولارين. موديلات والوان حنعطيكم بيها ملف، لان هواي ما اقدر اصورها كلها. بضاعة كلها ستاندر. شوف البضاعة كل واحد عندك الرقم مالته والكود مالته، ونعطيك بيها واحد ملف. قياسات مكتوب على الكراتين. يسر امك لما كانت تريد تاخذ شبشب كيف تجربه، يعني نعال اذا حلو ولا ما حلو تضربنا فيه؟ كيف تجربه غير تلبسي؟ لا تضربه هيك، تضرب نفسه هيك، يقول عادي ينزل بشر منه. يلا انزل، يلا يلا عادي منا هيجي ويزحلق. شوفوا ينزل جوا. اي هاي شوف هاي التاير هذا، خلينا نشوف. تاس اوكي ده نمز اوكي ما لا لا تقل تجرب جاهز ده لا تك اخوي ديال هلا شلون جوده يا نفس اللون.
بدون كارتون صور هيك لان هذا بعد صراحه شريت من عندك من الصورين هاي الصورين الرمز على الكارتون هذا انا بدي نعرف هذا مال هذا Thank you.